في الرابع من أكتوبر لهذه السنة صدر كرتون جديد اسمه The Amazing Digital Circus، العرض الكوميدي المضحك الذي يخفي في طياته الكثير من الرعب والغموض والإشارات. The Amazing Digital Circus ربما أسرعه انتشارا في تاريخ مثل هذه الأعمال، والذي اظهرت شعبيته مؤخرا سواء في الوطن العربي وحتى الأجنبي. تجاوزت مشاهدته العرض التجريبي 50 مليون مشاهدة في أسبوعين. هذه أرقام لا تحققها أشهر الأعمال في العالم، وهذه ليس كرتونا مشهورا حتى، مجرد حلقة تجريبية شيء لم يكن يعرفه أحد. كرتون سوف يمثل قفزة نوعية في عالم الكرتون لو اعتمد ليصبح سلسلة متكاملة. وبعدما شاهدت الحلقة لأقول لكم بكل صراحة لأنها أفضل الحلقات التجريبية التي شاهدتها، تحمل الكثير من الغموض والإثارة. الفكرة العامة والإنتاج والرسوم وتصميم الشخصيات كل شيء رائع. إذا كنتم تفهمون اللغة الإنجليزية يمكنكم مشاهدته على اليوتيوب، وإذا لا تدعوا المظهر يخدعكم يا جماعة، إنه ليس كرتونا طفوليا. ولنفهم الأمر بكل وضوح لنبدأ من البداية. هذا العرض من إنتاج كورس وورك يوتيوبر على القناة يوتيوب وإنتاجات قناة جليتش. قناة جليتش لطالما عرفت بعرضها أعمال إنيميش لمنتجينها المستقلين، وهم أشخاص مثلك. هم فقط يمتلكون أفكار للبرامج الإنيميشن، وجليتش هي من قامت بذلك لأنه حقا كان عملا صادما. ومن الأمور التي ساهمت في نجاحه كان أسلوب الرسم، كان جديدا في هذا الميدان، وحتى مؤدين الأصوات كانوا مذهلين. لكن اليوم سوف نركز على قصة وراء هذا البرنامج وما علاقته بالكتاب المقدس، ولنفهم أكثر لما تعتبر هذه القصة فريدة من نوعها. علينا إلقاء نظرة بسيطة عن أحداث الحلقة التجريبية. قصة الحلقة عن سيرك غريب داخل العالم الرقمي. وداخل هذا السيرك يوجد 6 شخصيات محتجزة في هذا العالم الرقمي، وجميعهم بشر في الحقيقة، ولكنهم عالقين في هذا الجسد الرقمي منذ مدة. والشخص الذي يدير هذا المكان هو كين، الذي لديه السيطرة شبه كامل على هذا المكان. وشخصية أخرى التي تعمل في هذا المكان سيركي هي كونغو، صاحب الوجه المبتسم والحزين. كونغو هو أول شخص وصل إلى هذا المكان، لكن الحلقة تكشف لنا ظهور شخصية جديدة داخل السيرك الرقمي والتي نعرفه إلى حد الآن اسمها الحقيقي، كما أنها هي الشخصية الرئيسية. لكن كيف وصل إلى هذا المكان؟ ذكرت هي في أحداث الحلقة أن كل ما ذكره قبل انتقالها إلى هذا العالم هو أنها كانت ترتدي نظارة الواقع الافتراضي. والغريب في الموضوع هو أنها لا تتذكر أي شيء، مما جعل الآخرين من إعطائها اسم عشوائي وهو بوني. لكن ما ترى انتباهي للبرنامج هو أن هذا العالم يوجد شيء مريب، وأنه مليء بالأخطاء مثل تكرار كلمات وحدود جليتش في السير. حتى كين كان يعاني من هذه الوهلة التي تظن أن كين هو الشرير، لكن مع مرور أحداث الحلقة نكتشف أن كين يحاول حمايتهم عبر إعطائهم مهام لكي لا يفقدون عقولهم ويمنعهم من الذهاب إلى الأراضي خارج السيرك أو الفراغ تدعى الدفويد، يقبع خارج السيرك الرقمي حتى كين لا يعرف ماذا يوجد هناك. لكن لربما كين يعرف سبب وجودهم هنا. طريقة عرض قصة البرنامج رائعة، وأنه لا توجد مكان للهروب من هذا العالم. تبدأ أحداث الحلقة بسرد إلينا أن كين طلب بجمع بعض من الأشياء، وأثناء تجولهم نلاحظ عدة غرف ومن بينهم غرفة ليبوني. من خلال هذه الغرف نتعرف على عدة شيء موجودة في هذا السير لم تظهر بشكل مباشر. نلاحظ بعض الصور عادية، أما الأخرى توجد علامة X باللون الأحمر على صورته. ربما أنهم لم يعودوا موجودون في هذا العالم، أو ماتوا أو عادوا إلى حياتهم لا نعلم إلى حد. لنكمل باقي أحداث المهم عندما وصولهم إلى غرفة مهرج وهو يدعى أوزمو. بعد دخولهم إلى غرفة أوزمو نكتشف أنه أصيب بما يسمى بمنهمر في التفكير أو التفكير الزائد، وهي حالة يصير إليها الشخص في هذا العالم عندما يستمر التفكير عن طريقة الخروج ويبدأ في نسيان من يكون. وعندما يصل إلى نقطة الانهيار يتحول إلى هذا الشكل الغريب. أوزمو أصبح مهووسا في طريقة الخروج، أو أي شخص هو في طريقة الخروج، وهو باب يظهر في أماكن عشوائية داخل السيرك الرقمي. أو أي شخص يلمس الشخص المصاب مثل أوزمو تنتقل العدوى إليه. والشخص الوحيد القادر على إصلاح الوضع هو كين، والآن الأمر راجع إلى بوني في إيجاد كين ولمساعدة البقية وإنقاذ السيرك. ولكن ما يحصل في النهاية هو أن بوني تتخلى عن رجل الذي نراه حين ترى باب الخروج، لكن ما لم تكن تتوقع أن ذلك الباب ينقلها إلى مكان غريب ومرعب في نفس الوقت. وهنا تبدأ الإثارة والرموز، لأن في الجانب الآخر تجد نفسها في كل مرة تفتح الباب خروج تجد نفسها في غرفة أخرى، كل الغرف متشابهة في بعضها، وتستمر في فتح الباب والهلع يتملكها، وهي تهرب. وفي الأخير ينتهي بها الأمر في مكان مليء بالأجهزة الكمبيوتر، وبعدها تقف وتنظر إلى حد الحواسيب كأنها تعرفت عليه نوعا ما، حتى تصل في نهايته إلى حافة الانهيار. وفي آخر المطاف نرى أن
هذا المخرج قدوة إلى الفرد. الفردية من هنا أن هذا المكان لربما شركة العاب مهجورة، ولربما أن هذه الشركة هي المتسبب الرئيسي فيما يحدث لهم. وما نملك من معلومات هذه الشركة هو اسمها المتكون من حرفين S و I. أما بالنسبة عن ظهور هذا الباب العشوائي الذي يظهر من حين إلى آخر، ربما هو محاولة شخص لمساعدته من العالم الخارجي، لكن الشيء ما دخل هذا العالم يمنعه من ذلك. لربما هذه الشركة أطلقت لعبة جديدة تلعب عن طريق وضع النظارة الواقع الافتراضي، وهي المتسبب في نقل وعيهم إلى هذا العالم. أما عن الفراغ لا نعلمها الحق، هو الفراغ أو مجرد حلقة لا نهائية لا يمكن مغادرته. لكن لو عدنا إلى أحد الحلقات ونرى ماذا شهدت بوني عندما استدارت إلى الحاسوب، أجد إنها النظارة الواقع الافتراضي ويوجد حاسوب بجانبها، ومما جعلنا نستنتج أن كل هذا العالم إلا هو مجرد لعبة أو عالم داخل حاسوب. ومما زاد الأمر غرابة هو دائما مشي يكسر الجدار الرابع الذي يفصلنا بين البرنامج ونحن المشاهدون. وهكذا ينتهي اليوم الأول لبوني في هذا العالم. المهم هذا تبقى مجرد حلقة تجريبية، لم نرى البرنامج بعد. لربما سوف تطبق الشركة إعطاء هذا البرنامج ضوء الأخضر لبثه وجمع تكاليف إنتاجه، وسوف ننتظر الكثير. المهم هذا كل ما نملكه في هذا الفيديو، إلى هنا ينتهي فيديونا. نتمنى أن تحليلنا لإعجابكم، ونراكم في فيديو قادم. باي.